فالأقنعة سقطت، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء فليعش لوحده في أضغاث أحلامه، فلا رجوع على الأعقاب. الأقنعة سقطت، لا رجوع على الأعقاب. خطاب حاد لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الاحتفالية بعيد الأمن الداخلي. إليكم التفاصيل. خلال إشرافه على موكب الاحتفالية بالذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد تأكيده أن تونس لن تقبل أبداً أن تكون موطناً ولا مقراً ولا معبراً ولا ممراً للوافدين بصفة غير قانونية بحسب تعبيره. ومن أولويات تونس أيضاً وفق سعيد مكافحة كل الشبكات الإجرامية، من بينها شبكات الإرهابية وترويج المخدرات والتجار بالبشر وشبكات توجيه المهاجرين إلى تونس. سعيد كشف خلال كلمته عن إلقاء القبض على إرهابي من قبل الوحدة الأمنية اليوم الخميس، مثمناً التضحيات التي تقوم بها وحدات الأمن الداخلي في التصدي لشبكات الإرهاب. بمعاضدة قواتنا المسلحة العسكرية قمتم بالواجب، ولا دل على ذلك لمن كان يبحث عن دليل ما حصل صباح اليوم. إلقاء القبض على أحد الإرهابيين وعلى كل من سيتطاول على الدولة ومن يحاول زعزعة الاستقرار داخلها. وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه لا خير في من لا يحب بلاده أو يتظاهر وهو مفضوح بحبها ويضع على وجهه قناعاً، فالأقنعة سقطت وأوراق التوت يبست وتكسرت بحسب تعبيرها، مضيفاً أن من يحلم بالعودة إلى الوراء فليعش في أحلامها فلا رجوع على الأعقاب، وذلك في إشارة إلى ما قبل 25 جويلية 2021.